قصة الزمالك كانت أكتر من الأهلي اللي كانوا داخلين جد أوي، يعني اتكلموا معايا ناس هناك اتكلمت معايا وإن الزمالك عايزك، وكان المفروض يبقى فيه قعدة واتنين بس ما حصلش برضه. كان كل الكلام جوه إن الإدارة تمام والمدرب تمام وكل حاجة تمام، بس ما فجأة كده ما تعرفش إيه اللي حصل، يعني الدنيا وقفت مرة واحدة. في يعني أخبار تداولت كده وناس اتواصلت معايا وقالت لي إن أنت مش وكيلك معرفش اسمه كده تبع نادي الناس جوه في نادي الزمالك وكده، كانت هتسهل دخولك نادي الزمالك كتير، بس انا ما اقتنعتش بالكلام ده اللي هو مش في دماغي يعني، فقلت ان انا مش هينفع استنى تاني وانتقلت نادي فيوتشر يعني.